السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كاشف الغمة، تفسير رؤية الحي يمشي مع الميت أو مشي الحي مع الميت. لكن في البداية أتمنى طبعا زي يعني ما بطلب منكم كل مرة لايك واشتراك في الفيديو فضلا منكم طبعا، وليس أمر. إذا مشي الميت مع الحي هذا من الرؤى الجيدة، تفسيره من الرؤى الجيدة أن هذا الرائي سيسمع أخبار مفرحة. هذا الرائي سيسمع أخبار مفرحة إذا مشي مع الحي، الميت مشي مع الحي، يعني إذا كان لنا متوفي وجاءنا في المنام ومشينا معه، مشينا معه لكن ما يكونش طلعنا من البيت معاه، دي رؤى غير محمودة. يعني ما نخرج من البيت معاه يمسكنا من ايدنا ويطلع بره، لا. لو مشينا معه في الشارع، يعني لو اتقابلنا صدفة، الحي قابل الميت صدفة، برضو من الرؤى الجيدة، ومعناها ان هذا الرائي فقد شيء ثمين وسيحصل عليه ويفرح فرحة كبيرة. لكن الأمر الغير جيد في الموضوع إذا أخذ الميت الحي من البيت وخرج به، هذه الرؤى من الرؤى الغير محمودة. لكن إذا مشي معه فهذه رؤية محمودة بإذن الله تعالى، وسيسمع أخبار مفرحة. وإذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها تمشي مع ميت، دل ذلك على أنها تعيش فترة صعبة في حياتها مع زوجها وعدم استقرار. لكن إذا أجبرها الميت على المشي معها، دل ذلك على المودة والعلاقة الطيبة التي تجمعها بينها وبين زوجها. وإذا رأت الحامل أنها تمشي مع ميت، دل ذلك على أنها سوف تواجه بعض الصعوبات في ولادتها وفي حملها عموما. ولكن إذا رأت أنها تمشي مع ميت وكان هذا الميت مريض في المنام، دل ذلك على أنها تقصر بعض الشيء في هذا الميت. يعني لو والدها، والدتها، أخوها، أحد من أقاربها جاءها في المنام وهو مريض، دل ذلك على أنها تقصر في حقه وأنها تواجه بعض الصعوبات في حياتها الزوجية. إذا رأت الفتاة العزباء إنها تمشي مع شخص ميت في النهار، دل ذلك على أن هذه الفتاة العزباء يعني لا ترغب في الزواج وراضية بما هي فيه، يعني مش حزينة على عدم الزواج، بالعكس هي راضية أو راضية على أنها لا تتزوج أو لا ترغب في الزواج. حياتها مستقرة إلى حد بعيد، وأنها لا ترغب في الزواج في الفترة الحالية، ولا تندم على أنها لم تتزوج. هي رؤية جيدة للفتاة العزباء. عموما وضع الميت بيوضح لينا في المنام إذا كان هذا المنام أو الرؤية جيدة أو غير جيدة. حال الميت في المنام: سعيد، فرحان، يبكي، مريض. يعني تفسير الرؤية يعني بيحصل من وضع الميت، زي ما قلت لحضراتكم، إن كان الميت مريض نحن مقصرين فيه، إذا كان مستبشر وسعيد هو راض بإذن الله تعالى وهي بشرى جيدة، إذا كان الميت حزين برضو إحنا مقصرين. كل واحد بيختلف. إذا كان الميت يلبس ثواب قصير، هذا الميت يريد حسنة ويريد دعاء ويريد زيارته. إذا لا كان الميت يلبس لباس قصير، دل ذلك أن إحنا مقصرين في حق هذا الميت، ولازم نزوره وندعيله بالرحمة دايما. هذا قليل من كثير